قضيه الصندوق التعويض هذه المساجين السياسيين تاريخيا معناتها فما بلدان كما في المانيا فما صار رد اعتبار المساجين السياسيين. اليوم هل انه المساجين السياسيين لازمهم تعويض مادي ام انه التعويض الاعتباري كما كان يقول الشهيد شكري بالعيد يكفي يعني؟ يعني هو قضيه ساعة صندوق الكرامه هذا اللي تعمل والقانون اللي وقع عن التصويت عليه البارح في الليل في وقت مشبوه أنا أعتبر أنه من شأنه أن يعقد مأمورية رئيس الحكومة القادم، المأمورية الاقتصادية رئيس الحكومة القادم. رغم اللي توا ثم بعض أخبار تقول أنه ماهوش راضي على هذا ويمكن يتم التراجع فيه. معنا لكن أنا نحب نسوق الخبر هذا بشكل احترازي وإن شاء الله يكون يتم. المعارضة بكلها تحب تشوف كيفناش باش يقع التعامل مع خارطة الطريق. والحاجة الأولى اللي مشتراها إذا وقعت عرقلة رئيس الحكومة القادمة فستكون الترويكا أو جزء من الترويكا هي المسؤولة عن التعطيل. علاش؟ لأنه أعتقد أن هذا الصندوق ما نختلفوش في أنه يلزم ثم تعويضات، لكن ما يلزمش شيء يتعمل تحت الحيط. التعويضات أولا ثم التقديرات في الحالة هذه بعد نص الليل يعني ثم ناس ربما يقع تصنيفهم اللي هما في حاجة حقيقية وثم ناس اللي هما لباس عليهم وربما يعني أوضاعهم المادية أحسن بكثير من اللي مش يلقوا من التعويضات. إذن ثم حالات لازمها تتدرس كاباركا، ثم ناس اللي هما مستعجلين ولازم أنه يتم عليهم. ثم فوق هذا ودون شنو الحوار اللي تم حول هذا الموضوع يعني موضوع كيف يتعمل بهالطريقة هذه في آخر لحظة وفي عقاب الليل يعني يطرح في كم من تساؤل، يطرح في تساؤل هل أن الحزب الحاكم مهمته ستنتهي أنه جاء في هالظرف هالعامين ولا ثلاثة سنين باش يعمل قوانين فيما يخص الأوقاف، قانون المساجد اللي في الأخر ما مشاش قعد كمشروع، هذه قانون التعويضات، وثم في كي نشوفوا في التابلو الآخر أنه يعملوا في السياسة ولا، لأنه كيف تعمل قانون كما هذا وأنت تعرف اللي بلاد وعندك ميزانية وعندك صعوبات اقتصادية كبيرة وثم بعض خبراء يقولوا لنا اللي تحب لنا 7-8 سنين باش نوصلوا للمستوى الاقتصادي اللي كان عليه قبيل الثورة، فكيفناش أنت تجي اليوم بشكل يعني متسرع وتحط القوانين هذه.